تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس اطلع واشف امراضنا من جسمك. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. المجد للآب والابن والروح القدس يا من ارتفع على الصليب مختارا أيها المسيح الإله. إن رأفتك لشعبك الجديد المسمى بك، وفرح بقوتك عبيدك المؤمنين مانحا إياهم الغلبة على محاربيهم، لتكن لهم معونتك سلاحا للسلام وظفرا غير مقهور. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيتها الشفيعة الرهيبة غير المخذولة، يا والدة الإله الكلية التسبيح، لا تعرضي يا صالح عن توسلاتنا، بل وطدي سيرة المستقيمين الرأي، وخلصي الذين أمرتي أن يتملكوا، وامنحيهم الغلبة من السماء. بما أنك ولدت الإله أيتها المبارك وحدك. حمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. كيري ليسوم كيري ليسوم كيري ليسوم. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسنية العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا وجميع إخوتنا في المسيح. كيري ليسوم كيري ليسوم كيري ليسوم. لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسم الرب بارك يا أب. المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوار المحيي غير المنقسم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي في خبر فهم تسبيحتك. يا رب افتح شفتي في خبر فهم تسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه. وأنت يا رب ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتأزلين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، فإنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ. للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برزك تؤدبني، فإن سهامك قد نشبت في ومكنت علي يدك. ليس للجسد الشفاء من وجه غضبك ولا سلامة في عظامي من وجه خطاياي، لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحمل ثقيل قد ثقلت علي. قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي، شقيت وانحنيت إلى الغاية، والنهار كله مشيت عابسا لأن متني قد امتلأ مهازئ وليس للجسد شفاء. شقيت واتضعت جدا وكنت أئن من تنهدي قلبي. يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخف عنك. قد اضطرب قلبي وفرقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يبق معي. أصدقائي وأقربائي دنوا مني وقفوا لدي، وجنسي وقف مني بعيدا. وأجهدني الذين يتلون نفسي والملتمسون لي الشر، تكلموا بالباطل وغشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأس ما لا يسمعك أخرس لا يفتح فاه، وصرت كإنسان لا يسمع ولا في فيه تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت أنت تستجيب لي يا رب يا إلهي، لأني قلت لا يشمت بي أعدائي، وعندما زلت قدماي عظموا علي الكلام. لأني أنا للضرب مستعد ووجع لدي في كل حين،
لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجل خطيئتي. أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضوني ظلما، الذين جازوني بدل الخير شرا، محلوا بي لأجل ابتغاء الصلاح. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع لمعونتي يا رب خلاصي. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع لمعونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبتكر، عطشت إليك نفسي، بكم نوع لك جسدي في أرض مرية وغير مسلوكة وعادمة الماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأعين قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة والشفتي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي، فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم وبشفاه الابتهاج، وسبحك فمي. إذا ذكرتك على مفرشي هذلت بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك ويا عضدة يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطنا فسيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف فيكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد صدت أفواه المتكلمين بالظلم. هذلت بك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك ويا عضدة يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. هللويا 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 المجد لك الله. هللويا 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 المجد لك الله. هللويا 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 المجد لك الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي، فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي. حسبت مع المنحدرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معين، حرا بين الأموات، مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من يدك مقصون. جعلوني في جب أسفل السافلين، في ظلمات وظلال الموت. علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجزتها علي. أبعدت عني معارفي، جعلوني لهم رجاسة. قد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفتا من المسكنة. صرخت إليك يا رب النهار كله وإليك بسطت يدي. ألعلك للأموات تصنع العجائب، أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك؟ هل يحدث أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك وعدلك في أرض منسية؟ وأنا إليك يا رب صرخت فتبلغك في الغداة صلاتي. لماذا يا رب تقصي نفسي وتصرف وجهك عني؟ فقير أنا وفي الشقاء منذ شبابي، وحين ارتفعت تضعت وتحيرت. علي جاز رجزك ومفزعاتك أزعجتني، أحاطت بك الماء والنهار كله اكتنفتني معا. أبعدت عني الصديقة والقريبة ومعارفي من الشقاء. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي. بارك يا نفس الرب ويا جميع ما في داخل اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع مكافآته، الذي يغفر جميع آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات شهواتك فيتجدد كالنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف طويل الأنات وكثير الرحمة، ليس إلى الانقضاء يسخط ولا إلى الدهر يحقد. لا على حسب آثامنا صنع معنا، ولا على حسب خطايانا جازانا، لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على الذين يتقونه، وبمقدار بعد المشرق من المغرب أبعد عنا سيئاتنا. كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن. الإنسان كالعشب أيامه وكزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف أيضا موضعه. أما رحمة الرب فهي منذ الدهر وإلى الدهر على الذين يتقونه، وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده والذاكرين وصاياه ليصنعوها. الرب هيأ عرشه في السماء وملكته تسود على الجميع. بارك الرب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوة، العاملين بكلمته عند سماع صوت كلامه. بارك الرب يا جميع قواته، يا خدامه العاملين إرادته. بارك الرب يا جميع أعماله، في كل موضع سيادته بارك يا نفس الرب، في كل موضع سيادته بارك يا نفس الرب. يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى أمامك كل حي.
لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر وأضجر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، هذثت في كل أعمالك وتأملت في صنائع يديك. بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب، قد فنيت روحي. لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق الذي أسلك فيه فإني إليك رفعت نفسي. أنقذي من أعدائي يا رب فإني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الحزن نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. كيريا إليسون. سلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب رحم. من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب رحم. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومعازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل أبناء رعيتنا وكافة الرعايا الذين يصلون معنا من منازلهم لكي يرحمهم الرب الإله ويحفظهم من هذا المرض إلى الرب نطلب. من أجل أن ينحسر هذا الوباء المرض الوبائي ومن أجل شفاء المرضى وسند وعدد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون من أجل صحة الآخرين ومن أجل سلامة العالم أجمع إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب رحم. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. الله رب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب يعترفوا للرب ودعوا باسمه القدوس. الله رب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب كل الأمم
حاطتي وباسم ربي قهرتها. الله رب ظهر لنا مبارك التي باسم الرب. من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا. الله رب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. لما تجليت أيها المسيح الإله في الجبل أظهرت مجدك للتلاميذ حسب ما استطاعوا، فأشرق لنا نحن الخطى نورك الأزلي بشفاعة والدات الإله يا مانح النور المجد لك. لما تجليت أيها المسيح الإله في الجبل أظهرت مجدك للتلاميذ حسب ما استطاعوا، فاشرق لنا نحن الخطى نورك الأزلي بشفاعة والدات الإله يا مانح النور المجد لك. لما تجليت أيها المسيح الإله في الجبل أظهرت مجدك للتلاميذ حسب ما استطاعوا، فاشرق لنا نحن الخطى نورك الأزلي بشفاعة والدات الإله يا مانح النور المجد لك. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيريا لايسو اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب الرحم. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لقد تجليت أيها المخلص على طور ثابور مشيرا إلى استحالة البشر التي ستصير بمجد في مجيئك الثاني الرهيب. فموسى وإيليا كانا يتخاطبان معك، وأما تلاميذك الثلاثة الذين دعوتهم فلما عاينوا مجدك أيها السيد ذهلوا من بهائك، فيا من أطلعت لهم وقتئذ نورك أنر نفوسنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. لقد تجليت أيها المخلص على طور ثابور مشيرا إلى استحالة البشر التي ستصير بمجد في مجيئك الثاني الرهيب. فموسى وإيليا كانا يتخاطبان معك، وأما تلاميذك الثلاثة الذين دعوتهم فلما عينوا مجدك أيها السيد ذهلوا من بهائك، فيا من أطلعت لهم وقت أذن نورك أنر نفوسنا. لقد تجليت يا يسوع على طور ثابور، وسحابة منيرا بسطت كمظلة فظللت رسل مجدك، فجعلوا ينظرون إلى الأرض إذ لم يستطيعوا أن يروا بهاء مجد وجهك الذي لا يدنى منه أيها المسيح المخلص الإله الذي لا بدأ له. فيا من أطلعت لهم وقتئذ نورك أنر نفوسنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. لقد تجليت يا يسوع على طور ثابور، وسحابة منيرا بسطت كمظلة فظللت رسل مجدك، فجعلوا ينظرون إلى الأرض إذ لم يستطيعوا أن يروا بهاء مجد وجهك الذي لا يدنى منه أيها المسيح المخلص الإله الذي لا بداءة له. فيا من أطلعت لهم مقتئذ نورك أنر نفوسنا. عظيم هو الرب ومسبح جدا في مدينة إلهنا في جبل قدس. هللويا. المهيئ الجبال بقوة
اللابس النور مثل الثوب. هاليلويا. الاعتراف والبهاء قدامه. هاليلويا. ويدسم بهاء البرية وتتمنطق التلال بالبهجة. هاليلويا. جبل الله جبل سمين جبل مجبن. هاليلويا. من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه. أرسل نورك وحقك فإنهما هدياني وأتيا بي إلى جبلك المقدس. هاليلويا. لك هو النهار ولك هو الليل، أنت هيأت الضوى والشمس. ثابور وحرم باسمك يتهللان. هاليلويا. من يصعد إلى جبل الرب أو من يقف في موضع قدسه. يا رب بنور وجهك يسلكون وباسمك يبتهجون طول النهار. هاليلويا. وليكن بهاء الرب إلهنا علينا من الآن وإلى الدهر. هللويا. هللويا المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعطت وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا من صعدت على الجبل مع التلاميذ وأشرقت بمجد الآب، لقد حضر معك موسى وإيليا، لأن الناموس والأنبياء يخدمانك بما أنك إله، والآب قرر لك البنوة الطبيعية إذ دعاك ابنا، فنحن نسبحه معك ومع الروح. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا من صعدت على الجبل مع التلاميذ وأشرقت بمجد الآب، لقد حضر معك موسى وإيليا، لأن الناموس والأنبياء يخدمانك بما أنك إله، والآب قرر لك البنوة الطبيعية إذ دعاك ابنا، فنحن نسبحه معك ومع الروح. منذ شبابي أهواء كثيرة تحاربني، لكن أنت يا مخلصي اضدني وخلصني. منذ شبابي أهواء كثيرة تحاربني، لكن أنت يا مخلصي اضدني وخلصني. يا مبغضي صهيون اخزوا من تجاه الرب، لأنكم ستصيرون جافين كالعشب اليابس أمام النار. يا مبغضي صهيون اخزوا من تجاه الرب، لأنكم ستصيرون جافين
كالعشب اليابس أمام النار. المجد للآب والابن والروح القدس، بالروح القدس كل نفس تحيا وتسمو بالطهر لامعا، بوحدانية الثالوث بحال خفية قدسية. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين، بالروح القدس تفيض سواق النعمة ومجاريها، فتروي البرايا بأسرها بالحياة المحيا. سبور وحرمون باسمك يتهللا، سبور وحرمون باسمك يتهللا. لك هي السماوات ولك هي الأرض، ثابور وحرمون باسمك يتهللان. كيري لايسون، كيري لايسون، كيري لايسون. ولروحك المجد لك يا رب، المجد لك. في ذلك الزمان أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعدا إلى الجبل ليصلي، وبينما كان يصلي تغير منظر وجهه وصار لباسه أبيض بارقا، وإذا برجلين يخاطبانه وهما موسى وإيليا، ترأيا في مجد وكانا يتكلمان عن خروجه الذي كان مزمعا أن يتممه في أورشليم. وكان بطرس واللذان معه قد أخذهم ثقل النوم، فلما أفاقوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه، وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، حسن أن نكون هاهنا، فلنصنع ثلاث مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. ولم يكن يدري ما يقول، وفيما هو يقول ذلك جاءت سحابة فظللتهم، فخافوا عند دخولهم في السحابة، وكان صوت من السحابة يقول: هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا. وعندما كان الصوت وجد يسوع وحده فصمتوا ولم يخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما رأوا. لك يا رب المجد عظيم رحمتك، وكمثل كثرة رأفاتك أمحو مآثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني فأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظام الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي نعضدني، فأعلم الأثم طرقك والكفر إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك.
يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب بمسرتك صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. المجد للآب والابن والروح القدوس بشفاعات الرسل وطالباتهم، أيها الإله الرحيم امحو كثرة خطايانا وزلاتنا الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. بشفاعة والدة الإله وطالباتها، أيها الرحيم امحو كثرة خطايانا وزلاتنا. يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافاتك، امحو مآثيمي. يا من قدست كل المسكونات بنورك أيها الصالح، لقد تجليت على جبل عال وأريت تلاميذك قدرتك وأنك ستنقذ العالم من المعصية، فلذلك نهتف إليك أيها الرب المتحنن، خلص نفوسنا. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك وافتقد علمك بالرحمة والرأفة، وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين واسبغ علينا مراحمك الغنية بشفاعات كلية الطهارة سيدتنا والإله الدائمة البتولية مريم، وبقدرة الصليب الكريم محي شفيع هذه الكنيسة المقدسة، وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح، وأبائنا القديسين معلمي المسكونة رؤساء الكهنة العظماء باسيليوس الكبير غرغوريوس اللاهوتي يوحنا الذهبي الفم، وأبائنا القديسين أثناسيوس وقديسين أثناسيوس وكيريلوس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية، وأبوينا القديسين إغناطيوس وبطرس وميلاتيوس بطاركة أنطاكيا، وأبوينا القديسين نيكولاوس أساقفة ميراليكيا وسبيريدونوس أسقف تريميثوس العجائبيين، والقديسين المجيدين الشهداء العظماء جيوارجيوس المظفر، ديمتريوس مفيد الطيب، ثيوذروس تيروني، ثيوذروس قائد الجيش، والقديسين إغناطيوس بوليكاربوس الشهيدين في رؤساء الكهنة، والقديس يوسف الدمشقي الشهيد في الكهنة، والقديسين المجيدين الشهداء متألقين بالظفر وأبائنا الأبرار إفرام وأسحاق السوريين ويوحنا الدمشقي وجميع آبائنا والأبرار متوشحين بالله، والقديسين الصديقين يواكيم وحنا جدي المسيح الاله وجميع قديسيك. نتضرع اليك ايها الرب الجزيل الرحمه فاستجب لنا نحن الخطا طالبين اليك وارحمنا. يا رب ارحم.
برحمة ورافة ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي لنا وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. تجليت أيها المسيح الإله على الجبل، وحسبما وسع تلاميذك شاهدوا مجدك، حتى عندما يعاينوك مصلوبا يفطنوا أن آلامك طوعا باختيارك، ويكرز للعالم أنك أنت بالحقيقة شعاع الآب. أنك أنت بالحقيقة شعاع الآب. انهضوا أيها المتوانون ولا تلبثوا دائما خاملين، ويا أيتها الأفكار المنحنية مع نفسي إلى الحضيض، ارتفعي مرتقية إلى علو الصعود الإلهي، ولنبادر مع بطرس وابني زبدة، ولنبلغ معا إلى طور ثابور لكي نشاهد معهم مجد إلهنا ونسمع الصوت الذي سمعوه من العلاء، فكرزوا بشعاع الآب. فكرزوا بشعاع الآب. في هذا اليوم السادس من هذا الشهر، عيد تجلي ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح المقدس، له المجد والعزة إلى أبد الدهور. آمين. إن موسى لما رسم الصليب ضرب بالعصا مستويا، فشق البحر الأحمر وأجاز إسرائيل ماشيا، ولما ضربه مخالفا ضمه على فرعون ومركباته، ممثلا بصراحة السلاح غير المقهور. لذلك نسبح المسيح إلهنا لأنه قد تمجد. إن العصا تؤخذ لرسم السر، لأنها بتفرعها تشير إلى الكاهن. أما الآن فقد أزهر عود الصليب للكنيسة العاقر قبلا عزة وثباتا. يا رب إني سمعت بسر تدبيرك وتأملت أعمالك فمجدت له. لك من عود مثلث الغبط عليه بسيط المسيح الرب الملك، وبه سقط الذي خدع بالعود إذ خدع بك بالإله الذي سمر عليك بالجسد المانح السلام لنفوسنا. إن يونان لما كان في جوف الحوت البحر وبسط يديه بشكل صليب، سبق فرسم الآلام الخلاصية بوضوح، ولما خرج في اليوم الثالث مثل القيامة الفائقة تعالى التي للمسيح الإله المسمر بالجسد والمنير العالم بالقيامة ذات الثلاثة أيام. أمر المتصب الملحد الذي لا تعقل فيه قد زلزل الشعوب، إذ كان يقذف تهديدا وافتراء ممقوتا من الله، إلا أن الفتية الثلاثة لم يرعهم الغضب الوحشي ولا النار الأكيلة، لكنهم إذ كانوا معا في النار الناسمة فيها ريح نادية
كانوا يرتلون. أيها الفائق التسبيح مبارك أنت يا إله بينا، نسبح ونبارك ونسجد للرب. أيها الفتية المساوون عدد الثالوث، بارك الآب الإله الخالق وسبح الكلمة الذي تنازل وحول النار إلى ندى، وزيد رفعة الروح كل قدسه المانح الحياة للجميع على مدى الدهور. لوالدة الإله وأم النور بالتسابيح نكرم معظمين. يا والدة الإله إن ولادتك قد ظهرت خلوا من فساد، لأن الإله ورد من أحشائك لابسا جسدا وعلى الأرض ظهر وبين الناس تصرف، فلذلك جميعنا لك نعظم. إن التلاميذ لما استناروا بغتة بتدفق النور الحادث طافقوا ينظرون بعضهم إلى بعض مرتعين، وسقطوا على الأرض منكبين وسجدوا لك يا سيد الكل. إن السحابة أبدت صوتا من داوي محرك من الله لتأكيد العجوبة، لأن آب الأنوار قد هتف نحو الرسل قائلا: هذا هو ابني الحبيب له فاسمعوا. إن خدام الكلمة لما شاهدوا أمورا حديثة ومستغربة وسمعوا صوت الأبوية في جبل ثابور هتفوا قائلين: هذا هو مخلصنا عنصر الرسم القديم. لقد ارتاعت الأسماع كلها من تنازل الله الغامض الواس، كيف أن العلي قد تنازل باختياره حتى الجسد وصار إنسانا من حاشا باتولي، لذلك نحن المؤمنين نعظم والدة الإله الطاهرة. أيها المسيح إنك لتوضح جليا انحدارك الثاني الغامض الوصف، كيف أن الإله العلي يظهر واقفا بين الآلهة. أشرقت للرسل ولموسى مع إيليا على ثبور بحال لا توصف، فلذلك جميعنا لك نعظم. هلوموا أيها الشعوب كفة فأذعنوا لي، إذ نحن صاعدون إلى الجبل المقدس السماوي، ولنقف بحال غير هيولية في مدينة الإله الحي، ونشاهد عقليا اللاهوت غير الهيولي، لاهوت الآب والروح متلألئا
في الابن الوحيد الجنس. لقد شغفتني بشوقك أيها المسيح، وأحلتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بنار غيرها يوليا، وأهلني أن أمتلئ من نعيمك، حتى إذا ابتهجت في كلا الأمرين أعظم حضورك أيها الصالح. يا والدة الإله أنت الفردوس السر، إذ إنك أنبت المسيح بغيري في لاحة، الذي منه نصبت في الأرض شجرة الصليب حاملة الحياة. فالآن إذ نسجد له مرفوعا لك نعظم. بسبب الأكل من العود قد أبطل اليوم بالصليب، لأن لعنة الأم الأولى وكل ذرياتها قد انحلت بمولود أم الإله النقية، التي كل قوات السماوات لها ضعفاء. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. يا الله يسوع، واغض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. أيها الكلمة النور الذي لا يستحيل نور الأب غير المولود، إن بنورك ظاهر اليوم على ثبور، قد رأينا الأب النور وروح النور المنير الخالقات كلها. Thank you.
الكلمة النور الذي لا يستحيل نور الأب غير المولود إن بنورك ظاهر اليوم على ثبور قد رأينا الأب النور والروح النور المنير الخليقة كلها كل نسمات فلتسبحي الرب سبحوا الرب من السماوات سبحوه في الأعالي لأنه بك يليق تسبيح يا الله سبحوه يا جميع ملائكته سبحوه على مقدرته سبحوه بحسب كثرة عظمته من قبل صلبك الكريم وآلامك أخذت الذين اخترتهم من تلاميذك الأطهار وصعدت بهم أيها السيد على طور ثابور مريدا أن تريهم مجدك فلما نظروك متجليا ومشرقا بأشد بهاء من الشمس سقطوا منكبين وانذهلوا من جبروتك هاتفين أيها المسيح أنت هو النور الكائن بغير زمان وشعاع الآب وإن شهدت بإرادتك جسدا بغير استحالة سبحوه على مقدرته سبحوه بلحن البوق سبحوه بالمزمار والقيثارة من قبل صلبك الكريم وآلامك أخذت الذين اخترتهم من تلاميذك الأطهار وصعدت بهم أيها السيد على طور ثابور مريداً أن تريهم مجدك فلما نظروك متجلياً ومشرقاً بأشد بهاء من الشمس سقطوا منكبين وانذهلوا من جبروتك هاتفين أيها المسيح أنت هو النور الكائن بغير زمان وشعاع الآب وإن شهدت بإرادتك جسداً بغير استحالة سبحوه بالطبل والمصاف سبحوه بالأوتار والات الطراب يا من هو من قبل الدهور الإله الكلمة أيها المتسربل بالنور كالثوب لقد تجليت أمام تلاميذك أيها السيد وأشرقت بما يفوق الشمس وإن موسى وإيليا قد مثلا لديك موضحين أنك رب الأحياء والأموات ممجدين تدبيرك الغامض الوصف ورحمتك وتنازلك العظيم الذي به خلصت العالم الهالك سبحوه بنغمات الصنوج سبحوه بصنوج التهليل كل نسمة فلتسبح الرب لقد ولدت من سحابة العذراء يا رب وصرت جسدا وتجليت على طور ثابور فأحدقت بك سحابة منيرة وصوت الآب أظهرك علانية بحضور التلاميذ ابناً محبوباً بما أنك مساوٍ له في الجوهر والجلسة فلذلك ذهل بطرس قائلاً حسن أن نكون هاهنا ولم يدري ما يقول أيها المحسن الجزيل الرحمة
المسيح أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا إلى جبل عال على انفراد وتجلى أمامهم فأشرق وجهه الشمس أما ثيابه فصارت بيضاء كالنور وقد ظهر موسى وإيليا يتخاطباني معه وسحابة منيرة ظللتهم وإذا صوت من السحابة يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت المجد لك يا مظهر النور المجد لله في العلاء وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة نسبحك نباركك نسجد لك نمجد نشكرك من أجل عظيم جلال مجدك أيها الرب الملك السماوي الإله الأب الضابط الكل أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح ويا أيها الروح القدوس أيها الرب الإله يا حمل الله يا ابن الأب يا رافع خطيئة العالم ارحمنا يا رافع خطايا العالم تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الأب وارحمنا لأنك أنت وحدك قدوس أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب أمين في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة مبارك أنت يا رب إله آبائنا ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل أنا قلت يا رب ارحمني واشف نفسي
خطئت إليك يا ربي إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور فابسط رحمتك على الذين يعرفونك قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا آيوس ثيوس آيوس إسخيروس آيوس أثاناتوس إليسون إيمان المجد للأب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين سلام إلى الرب نطلب من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب كيريا من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب كيريا من أجل حكامنا ومعازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب كيريا إليسو من أجل أبناء رعيتنا وكافة الرعايا الذين يصلون معنا من منازلهم لكي يرحمهم الرب الإله ويحفظهم من هذا المرض الوبائي إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل أن ينحسر هذا الوباء المرض الوبائي ومن أجل شفاء المرضى وسند وعدد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون من أجل صحة الآخرين ومن أجل سلامة العالم أجمع إلى الرب نطلب كيريا
لا من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا لا. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله سيكيريا. لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. عظيم الرب ومسبح جدا في مدينة إلهنا المهيئ الجبال بقوته بشفاعات والدة الإله يا مخلص خلصنا. المتسربل بالنور كالثوب الجبال تتهلل من وجه الرب بشفاعات والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. بشفاعات والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى ربنا أطلب. كيريا إلهيسو أضد وخلص وارحم واحفظني يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله يا رب. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. الذي أساسه في الجبال المقدسة الرب يحب أبواب صهيون أكثر من كل مساكن يعقوب. خلصنا يا ابن الله يا من تجلى على طور تابور نحن المرتلين لك هللويا. لقد قيلت فيك المفاخر يا مدينة الله خلصنا يا ابن الله يا من تجلى على طور ثابور نحن المرتلين لك هللويا. الأم صهيون يقول إنسان وإنسان ولد فيها خلصنا يا ابن الله يا من تجلى على طور ثابور نحن المرتلين لك هللويا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مائت لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله دائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا
وبموتك وطئت الموت، وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خالصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيريالايس أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب الرحام. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنك إله صالح ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. لمراحمك يا رب سبحوا إلى الدهر، والسماوات تعترف بعجائبك يا رب. طوبى للشعب الذي يعرف التهليل، ورب بنور وجهك يبتهجون وباسمك يتهللون النهار كله. لما تجليت أيها المسيح الإله في الجبل أظهرت مجدك للتلاميذ حسب ما استطاعوا، فأشرق لنا نحن الخطأ نورك الأزلي بشفاعة والدة الإله يا مانح النور المولاك. لما تجليت أيها المسيح الإله في الجبل أظهرت مجدك للتلاميذ حسب ما استطاعوا، فاشرق لنا نحن الخطأ نورك الأزلي بشفاعة والدة الإله يا مانح النور المجد لك. الحكمة والاستقلال لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور، خلص نحن المرتلين لك. هاليلويا. لما تجليت أيها المسيح إله في الجبل أظهرت مجدك للتلاميذ حسب ما استطاعوا، فأشرق لنا نحن الخطأ نورك الأزلي بشفاعة والدة الإله يا مانح النور مجد لك. لما تجليت أيها المسيح الإله في الجبل أظهرت مجدك للتلاميذ حسب ما استطاعوا، فاشرق لنا نحن الخطأ نورك الأزلي بشفاعة والدة الإله يا مانح النور المجد لك. لما تجليت أيها المسيح
للتلاميذ حسب ما استطاعوا، فأشرق لنا نحن الخطأ نورك الأزلي بشفاعة والدة الإله. يا مانح النور مجد لك، تجليت أيها المسيح الإله في الجبل، وحسب ما وسع تلاميذك شاهدوا مجدك، حتى عندما يعينوك مصلوبا يفطنوا أن ألامك طوعا باختيارك، ويكرز للعالم أنك أنت بالحقيقة شعاع الآب. إلى ربي نتلو كيريا إلايسون، لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوسون الله قدوسون القوي قدوسون الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوسون الذي لا يموت ارحمنا. نادينا آميس قدوسون الله لك يا رب كلها بحكمة صنعت بارك يا نفسي الرب. الحكمة فصل من رسالة القديس بطرس الرسول الثانية الجامعة. حكمة لنصغي يا إخوة، اجتهدوا أن تجعلوا دعوتكم وانتخابكم ثابتين، فإنكم إذا فعلتم ذلك لا تزلون أبداً، وهكذا تمنحون بسخاء أن تدخلوا ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. لذلك لا أهمل تذكيركم دائماً بهذه الأمور، وإن كنتم عالمين بها وراسخين في الحق الحاضر،
وأرى من الحق أني ما دمت في هذا المسكن أنهضكم بالتذكير، فإني أعلم أن خلع مسكني قريب كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح، وسأجتهد أن يكون لكم بعد خروجي تذكر هذه الأمور كل حين، لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ أعلمناكم قوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل كنا معاينين جلاله، لأنه أخذ من الله الآب الكرامة والمجد، إذ جاءه من المجد الفخيم صوت يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت آتيا من السماء حين كنا معه في الجبل المقدس، وعندنا أثبت من ذلك، وهو كلام الأنبياء الذي تحسنون إذا أصغيتم إليه كأنه مصباح يضيء في مكان مظلم إلى أن ينفجر النهار ويشرق كوكب الصبح في قلوبكم. سلام لك أيها الأخ القارئ. الحكمة، فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير، متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي. في ذلك الزمان أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه فأصعدهم إلى جبل عال على انفراد، وتجلى قدامهم وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذا موسى وإيليا تراءيا لهم يخاطبانه. فأجاب بطرس وقال ليسوع: يا رب، حسن أن نكون هاهنا، وإن شئت فلنصنع هاهنا ثلاث مظالة، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة قد ظللتهم، وصوت من السحابة يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فله اسمعوا. فلما سمع التلاميذ سقطوا على أوجههم وخافوا جدا، فدنا يسوع إليهم ولمسهم قائلا: قوموا لا تخافوا. فرفعوا أعينهم فلم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بالرؤيا حتى يقوم ابن البشر من بين الأموات. بسلام إلى الرب نطلع. كيري إليسو. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة. رب رحم. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين
نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. وجميع المسيحيين الحسن العبادة المستقيمين الرأي ساكنين والموجودين في هذه المدينة والذين يصلون معنا من منازلهم مع كافة الذين يخدمون هذه الكنيسة وكلائها والمحسنين إليها وكافة الذين تسمعوا على اسمي عبد الله واشكر الله ورزق الله ليذكر الرب الإله مع عبيد الله الذين يعيدون معنا هذا العيد المبارك تجلي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح
وجميعكم ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين إلى آن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أبانا وبطريرك، أبانا وبطريركنا يوحنا وكهنوتكما ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. المطوبين الدائمين ذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس والسابق رقادهم من آبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الراقدين ها هنا وفي كل مكان، عبيد الله السابق رقادهم الذين ذكرت أسمهم على المذبح المقدس، وجميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. كانوا تمويز برسم الله تحت حول مراتب طلبتنا للرب كيريا لايسوس. من أجل هذه القرابين المكرمة المقدمة إلى الرب نطلب، من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب كيريا لايسوس. من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب، يا رب ارحم وضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل، ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل، مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل، الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل، أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل، أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح لله. لك يا رب برفعة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس والصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. سلام لجميعكم ولروحك، لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين في جوهر وغير منفصل.
بحكمة لنصغي. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاط الصلبنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي أمين. لنقف حصنا لنقف بخوف لنصوغي لنقدم بسلام من القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا لنضع قلوبنا فوق هي لنا عند الرب لنشكرن الرب حق وواجب واجب وحق أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل غير المنظور غير المدرك الدائم وجوده الكائن هكذا هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وما برحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وهبتنا ملكك الآتي فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس من أجل كل الأحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها الظاهرة وغير الظاهرة نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أنه قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشيروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة متعالين ومجنحين بتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين صارخين وقائلين قدوس 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 رب الصباوت ملعنة السماء والأرض من مجدك وصنعك في العالي مبارك الهاتي بي الوحيد لك لا يهلك من دونك بل تكون له الحياة الأبدية فإنه لما أتى وأتمنى كل التدبير الذي من أجله ففي الليلة التي أسلم فيها والأولى أن أتمنى ذاته في حياة العالم بعد أن أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر أعطى تلاميذه رسل القديسين قائلا خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا كذلك الكأس من بعد العشاء قائلا
اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. التي لك مما لك، ونحن نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. إياك نبارك، أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية، ونطلب وندرع ونسأل، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واصنع أما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرم. آمين. وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم. آمين. محولا إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 لكي يكونا للمتناولين لنباهة النفس ومغفرة الخطايا وشركة روحك القدوس وكمال ملكوت السماوات والدالة لديك، لا لمحاكمة ولا لإدانة. أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين توفوا على الإيمان، الأجداد والأباء ورؤساء الأباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان، وخاصة من أجل كليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة. سيام الآن قد صومع ما لم يسمع قط، لأن الابن الذي منا شهد له صوت الآب بمجد، فإنه هو نفسه إله وإنسان مدده. اذكر يا رب ولنا بانا وبطريركنا يوحنا، وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق. واطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم جميعا. ومع روحك. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب، حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبحه السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي
يرسل لنا عوضا منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. واهلنا أيها السيد النسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك، لنحن روسنا للرب. لك يا رب نشكرك أيها الملك غير المنظور، يا من بقدرته التي لا تقدر أبدع الأشياء كلها، برحمته الكثيرة أخرجها من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم حنوها للحم ودم، بل لك أيها الإله المهيب، فأنت إذن أيها السيد سهل أن تكون هذه القدسات لخيرنا جميعا بحسب حاجة كل واحد منا، رافق المسافرين واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا. بنعمة ورفاة ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس والصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، وارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة جسدك الطاهر ودمك الكريم وبنا شعبك كله. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، أرفعك يا ملكي وإلهي. لنصغي القدسات للقديسين، رب واحد يسوع المسيح لمجد الله الأب. لقد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للصي أبواب الفردوس، افتح لي حنو ومحبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم. أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله لا تحرقني، بل اقبلني مثل هاتين وأن ارحواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور. آمين. أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. ها أنا ذا أتقدم إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني من جرى تناولي إياها يا جابري، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل دناس. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللصي أعترف لك هاتفا اذكرني يا رب في ملكوتك. ارهب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، فإنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد شغفتني بالشوق إليك أيها المسيح وحولتني بعشقك الإلهي، ف
فاحرق خطاياي بنار غير هيولية، وأهلني لن أمتلئ من النعيم الذي فيك، لكي أعظم طربا حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فأني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس لباس العرس، وأطرح من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني، بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تسر لي هذه القدسات لمحاكمة لعدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة والملكوت الآتيين. أما أنا فخير لي أن ألتصق بالله وأضع في الرب رجاء خلاصي. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السرية ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل هوذا، لكن كاللصي أعترف لك هاتفا، أذكرني يا رب في ملكوتك. يا رب بنور وجهك نسلك إلى الدهر، هللويا. يا لما تجليت أيها المسيح الإله في الجبل، أظهرت مجدك للتلاميذ حسب ما استطاعوا، فاشرق لنا نحن الخطا نورك الأزلي في شفاعة والدة الإله، يا مانح النور المجد لك. آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحتك يا رب،
لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة نحفظ في قداستك لهجنا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الإلهي المقدس الطاهر غير الميت السماوي المحيا المرهوبة، فنشكر الرب شكرا لائقا. إيريا لائسا أعضب وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته. يا رب رب بعد أن نسأل أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، فلندع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح لله لك يا رب، لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر داهر. نخرج بسلام إلى ربنا أطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا رب. يا رب يا من تبارك الذين يباركونك وتقدس المتكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملء كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك، أنت شرف عوض ذلك بقوتك الإلهية، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك، وهب السلام لعالمك ولكنائسك للكهنة ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي منحدرة من العلوم لدنك يا أبا الأنوار، وإليك نرسل المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا. كيريا لايسون. بارك أيها الرب ثمر الكرمة هذا الجديد الذي باعتدال الهواء وانحدار المطر وصحو الأوقات سررت بأن يبلغ إلى هذه الحالة من النضج، لكي يكون لنا نحن المتناولين من نتاج الكرمة هذا مدعاة سرور ولمقربيه تقدمة لغفران الخطايا بواسطة جسد المسيح ودمه الطاهرين، الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليك بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من تجلى بمجد على طور ثابور أمام تلاميذه الرسل القديسين لأجل خلاصنا بشفاعات أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم المحيي وبحامي هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس ساقفة القسطنطينية والقديسين الصديقين واكيم وحني جدي المسيح لله وجميع القديسين ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر الثالوث القدوس، فليحفظ حياتكم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. صلوات يا أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. كل عام أنتم بخير، ينعاد عليكم كل عام أنتم بخير.